معانا الأستاذ تامر. هنرحب بالأستاذ تامر. أهلا عليك. ونحب نسمع من حضرتك حكايتك. بص حضرتك، أنا مفيش مشكلة بالنسبة لي مع السوشيال ميديا نفسها، لأن السوشيال ميديا هو التطور الطبيعي لأي حاجة بتحصل. هي الفكرة نفسها إيه في المتلقي بتاع الموضوع. يعني هو دايما أي كوميونيكيشن لازم له سند وريسيفر، فالسند دايما بيبقى واحد إنما الريسيفر بيبقى مختلف من إنسان لإنسان. كذلك إيه الستات نفسه، كل واحدة بتفتكر الموضوع خاص بيها، بتاخد من الأستاذة مثلا زي ما قلنا مثال أستاذة رضوى الشربيني، أستاذة مفيدة، إن كلامها هو ده خلاص حاجة مقررة هي لازم نمشي بيه، ملهاش دعوة بقى علاقتها بالإنسان اللي قدامها ده كويس ولا لأ. يعني هم قالوا الراجل نكدي فالراجل نكدي، الراجل رخم الراجل رخم. طبعا مفيش حاجة، يعني مفيش لكل قاعدة شواذ، في رجالة فعلا مش كويسة تمام وفي ستات مش كويسة. فهي الفكرة إن البنات دلوقتي كلها لا، أي حد يطلع على السوشيال ميديا أي بلوجر يقول أي حاجة هم بينفذوه. طيب خلينا نخرج من رأي حضرتك على المادة اللي حضرتك فرجت عليها، وريت تحكي لنا القصة اللي موجودة عند حضرتك. القصة إن أنا اللي كنت مرتبط بيها وكنا خلاص هنتخطب، وصلت معايا لمرحلة إيه، كان الأول اتخرج على رضوى الشربيني، لا دلوقتي هي بتطلب منك تتفرج على رضوى الشربيني. أنت حضرتك؟ أيوه أنا شخصيا تمام. لا وصلنا بقى لليفل إيه، أقول لها أي مشكلة تقوم بعت لي اللينك بتاع الحلقة بتاع رضوى الشربيني. تمام. هي خلاص، هي بالنسبة لها الأستاذة رضوى الشربيني طبعا خلاص كل كلامها يمين يمين شمال شمال، بدون نقاش بدون تفاهم، هي بتنفذ اوردر واخداه. طبعا المشكله مش في المذيع، المشكله في اللي كانت معايا. طبعا مع الاحترام للاستاذه رضوى احنا بنختلف في السوشيال ميديا في طريقه التناول، لكن عليك. الاشخاص بنكن لهم كل الاحترام. اتفضل كمل. فهي الفكره في كده، هي وصلت معايا ان كل حاجه تبعت لي لينك الحلقه مفيش تفاهم. طب ايه الحاجه اللي استفزتك بعتتها لك ولقيتها بره السياق خالص؟ اللي لسه سيادتك بتقوله لسه عرضه، كل حاجه اعملي بلوك 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 مفيش تفاهم. هي شايفه ان هي كلامها كله تمام ماشي على بلان واحد ممنوع ان احنا نغيره. واي حاجه بلوك، يعني انا اتعمل لي مثلا في 3 شهور 12 بلوك من غير ما اعمل اي حاجه. انا جيت مره بقول لها صباح الخير، قالت لي انا مودي وحش بلوك ده فعلا، فانا ما فهمتش انا عملت ايه. طب انت ما حاولتش ان انت تدور على طرق غير تقليديه تطلع بيها بره الازمه اللي انت اتزنقت فيها دي؟ يا فندم هي حطتني في فريم البلوك، انا مش عارف اتحرك، مش عارف اوصلها اصلا عشان اقول لها. هي مش خطيبتك؟ ما انا بقول لك كنت حاول ان انا اخبط وتخش. مش موجوده، انا في الشغل، انا نايمه. فين العاقلين في الأسرتين؟ مفيش الكلام ده، كل واحد بيبقى شايف إن ابنه هو اللي صح، فدي مشكلة ملهاش حل. يعني أنت شايف إن البرامج أثرت عليها بشكل كبير وإن ده أدى بيك إن العلاقة باظت؟ فركش فركش. أنا بقولي ما عليك على طول بلوك. طيب هو أنتوا كنتوا مرتبطين قد إيه؟ مدة قد إيه؟ 4 شهور بالظبط. 4 شهور؟ 4 شهور. وفي الأربع شهور دي أنت ما قدرتش تحتويها وتخرجها بره دورية البرامج الاجتماعيه؟ انا بقول لك هي فريم هي ماشيه فيه بسبب البرامج اللي هي بتشوفها بس. حبيتها؟ طبعا كنتش ارتبطت بيها طبعا. الحب ده اتخنق بسرعه كده ليه؟ الحب ده اتخنق عشان دخل في فريم معين ان كل الرجاله نكديين وممنوع تديها اي حاجه، ما ينفعش تديها بلان تمشي عليه في اي حاجه، طريقه اللبس، طريقه الكلام، طريقه السهر، هي عايزه مساواه في كل حاجه، ان هي مضغوطه من كل حته، بتفتح السوشيال ميديا بتلاقي ده، بتتكلم مع اصحابها بتلاقي ده، فهي برضه مظلومه. طب احنا بنشكر حضرتك ونروح للاستاذ اشرف ونحب نسمع قصه حضرتك. مشكلتي مع السوشيال ميديا باختصار كده، مراتي مقضيه معظم وقتها على الفيسبوك. الاول حضرتك متجوز بقالك قد ايه وفي اولاد ولا لا؟ يعني 8 سنين. تمام. في ولدين. فمقضيه معظم حياتي على الفيسبوك مع اصحابها واصدقائها، مقتنعه بكلامهم جدا وعايشه حياتهم جدا، لدرجه ان احنا يعني كذا مره نتخانق ونتكلم في الموضوع ده. هي المفروض يعني تسيب السوشيال ميديا شويه ونبدا احنا نتكلم مع بعض ونتفاهم. تمام. يعني انت حضرتك قلت لها يعني ابعدي بقى عن الحاجات دي شويه ونقعد مع بعض، حتى وانتوا بتقعدوا مع بعض هي مش مدياك وقت وقاعده طول النهار عينيها في موبايلها. تمام. هي مش فاضيه للموبايل والسوشيال ميديا، وعين بدات تقارن بيننا وبينهم، ومش عاجبها دلوقتي بعد كده بقى لما شافت حاجات السوشيال ميديا كتير، حياتنا عيشتنا، ازاي نسهر، ازاي نخرج، ازاي نروح مطعم، فين نيجي، منين، الحوار ده اتخانقنا كتير بسبب الموضوع ده، علشان نطلع من الموضوع ده مش عارف افوقها ازاي. حصل انفصال ولا ما حصلش؟ لا ما حصلش انفصال. طيب بس يعني لله. انا من كتر ما يعني زهقت ونرفزتني مسكت التليفون كسرته علشان أوب. علشان تفوق أوب أوب. فما فيش فايده طبعا. زعلت ورحت عند مامتها. مامتها ست كويسه جدا اكنها مامتي، عارفه ان انا على حق وعارفه ان هي غلطانه، وهي كانت معايا فقالت لي يعني اتكلم معاها وشوف هي عاوزه ايه. طلباتها برضو ورا السوشيال ميديا، اول حاجه نغير المكان والمنطقه اللي احنا عايشين فيها، تاني حاجه طلبتها اجيب لها تليفون مكان اللي اتكسر. فكان مكان التليفون مكان اللي اتكسر دي سهله، من حقها ان انا اجيب لها تليفون،
بس انا من المكان اللي هي فيه اللي انا عشت فيه وتربط فيه. المبرر ايه؟ السوشيال ميديا خلاص احنا دلوقتي محترم ليك في منطقه معينه، ما لا احنا عايزين نتطور نروح المنطقه الثانيه. هل انت أرقى. مقدرتك الماليه تقدر؟ لا ما اقدرش، فبس هي مقتنعه ان انا اقدر واحاول ان انا اجيب عشان نروح المكان الثاني. فانا شرطت عليها شرط عشان ننفذ الكلام ده كله، ان هي تبعد عن جميع الجروبات وتبعد عن السوشيال ميديا، وانا انفذ لها كل الطلبات دي. فطبعا هي وافقت بالشروط دي وانا وافقت، والحمد لله دلوقتي احنا احسن. يعني انت شايف ان الستات اللي بتسلم دماغها للسوشيال ميديا وللبرامج بيتها بيتخرب؟ طبعا هو السوشيال ميديا فيها تطورات وايجابات كتير، بس للاسف يعني بيبداوا يتفرجوا عليها وعلى كذا برنامج غير السوشيال ميديا. يعني لا يا استاذي، احنا اللي بنستخدمها غلط. تمام، احنا اللي بنستخدمها غلط. صح. وفي اخر حواري مع حضرتك احب اقول لك، زي ما هي بتحط شروط عشان تبقى مستريحه، انت كمان تمام لازم تبقى مستريح. تمام. لان انت لو مش مستريح مش هتريحها. تمام. هتريحها لوقت معين وهتحس انك مخنوق، جواك خنقه. ده حقيقي. بس طيب. اقدر اقول لحضرتك فضل. ان الراجل برضو بيجي على نفسه وبيستحمل عشان خاطر ولاده وخاطر الاسره تستمر. تعال على نفسك علشان الاسره تستمر، بس برضو لازم تقول ايه اللي بيريحك. تمام، بشكرك. نروح للاستاذه رشا ونرحب بحضرتك. اهلا وسهلا استاذه رشا. اهلا بك. يا ريت تعرفينا بنفسك. انا اسمي رشا منصف، انا ادمن في جروب على فيسبوك وكل المشتركات فيه نساء. فانا من اهلا وسهلا حضرتك، نورتينا. من اقدر الناس ان انا ارد على كل الحاجات اللي بتتقال دلوقتي. طيب عشان الحوار يبقى منظم خلينا ناخدها مرحليه واحده. تمام. اولا الجروب ده هو جروب للنساء فقط. مظبوط. تمام، كل اللي منضمين فيه ستات. مظبوط. هل بتشترطي ان هم يبقوا منفصلين او مرتبطين؟ لا خالص، خالص. انتوا واخدين راحتكم على الاخر. مظبوط. طيب كلمينا على الجروب ده الاول. طيب. عدد اعضاءه قد ايه؟ اكتر من 10,000. كلمينا عنه شويه، وايه المحتوى اللي انتوا بتناقشوه مع بعض جوه الجروب؟ هو الجروب اجتماعي، كل المحتوى ليه علاقه بالاسره، طريقه التفكير، الحاجات اللي احنا بنتناقش فيها وموضوع الحلقه تحديدا، يعني ازاي البيت يبقى سعيد، ازاي الست لو واجهت مشكله تحلها بانسب صوره، يعني بحيث ان هي ما تتأثرش. مين اللي بيدي النصيحه يا فندم؟ الاعضاء مع بعضه، يعني مع بعضيكوا كده. مظبوط، مع بعضي. دقن وفتله كده. شكرا. ايوه بالظبط. التجارب الحياتيه دي سمه من سمات الستات من قديم الازل على فكره، يعني زمان قبل السوشيال ميديا والكارثه اللي عملها السوشيال ميديا في وجهه نظر البعض، يعني الستات كانوا بعد ما جوازاتهم بيمشوا بيفتحوا البيوت ويقعدوا يتلموا عند واحدة من الجيران، صح؟ أو في ساونا أو قاعدين مثلاً مع بعض في حنة إسراء أو حاجة، يقعدوا كل واحدة تقول حاجة والتانية تسمعها وتتأثر بيها. مظبوط. فكلام أو لمة الستات على بعض دي من قديم الأزل، فهو السوشيال ميديا شكل من الأشكال، ما هواش البعبع ولا الفزاع اللي احنا بنتكلم بيها. تمام؟ تمام. زيها زي الكوباية، هنحط فيها مية، هنحط فيها دواء، هنحط فيها سم، بس هي كوباية. السوشيال ميديا دي وسيلة. تسمحي لي يا رشا هانم أسأل حضرتك سؤال مهم جدا. فضل. أنا لما باجي بسمع القصة من طرف واحد. مظبوط. هل أنا قادر إن أنا أدي رأي مظبوط؟ وإنت عارفة حضرتك طبعا إن ساعات بتبقى فيه أفوارة في الحكايات جدا، أي وساعات قصص بتبقى لا تمت لأرض الواقع بصلة. صحيح يا فندم. هل أنت تقدري تقدمي خدمة إن أنت تنصحيها بناء على القصة اللي أنت سمعتيها من طرف واحد؟ مين بقى اللي يبقى مطلوب منه يدي رأي في حاجة سليمة 100%؟ هو حد متخصص أو حد ولي الأمر. أنا رايحة للمأذونة أتطلق، أسمع منه وأسمع منها. تمام؟ إنما أنا واحدة ست داخلة جروب بفضفض، عايزة حد يعمل إيه؟ يسمعني ويطبطب علي بس كده. مظلومة بقى مش مظلومة؟ مش مهمة، أنا هي إحساسها أنها أيوة مظلومة. أيوة، لقيت الطبطبة بس كده. لا، أنا عايز أخد رأي حضرتك في اللي حضرتك اتفرجت عليه. تمام. البرامج النسائية، البرامج النسائية أنا شايفة والجروب كله شايف إن هي ليها فضل كبير في تنوير ستات كتير جداً كانوا بيتعرضوا لمواقف سيئة جداً زي الخيانة الزوجية مثلاً، ودي كتير جدا من العضوات بتبعت لي المشكلة عشان أنا أعرضها بدون اسم. تمام. يعني إذن رشا هانم بتقول إن هي مع البرامج ومأيدها جدا. أيوة. طيب أنت إيه رأيك في خراب البيوت اللي حضرتك شفتيه ده من شوية؟ هقول لحضرتك حاجة، مع احترامي لكافة الأساتذة اللي اتكلموا، أنا لما أجي أنقي حد
تمام ان انا ارتبط بيه، هل منطقي ان انا اكون شايفه ان الحد ده بيستقي كل معلوماته في الدنيا من السوشيال ميديا والتلفزيون؟ مش منطقي، انا اخترت غلط، انا ما احاسبش بقى على اختيارك الغلط. ده اول. ثانيا، يعني حضرتك بتقول لي بيت قائم كامل انا قاعد مع مراتي وهي حاطه وشها في الموبايل، هو انت ايه بقى ظروفك؟ هل حل ليكي ينفع اللي يكون للاستاذه؟ يعني لما نيجي نتناول حل المشكله لحضرتك ينفع مع الاستاذه، ينفع مع الاستاذه، ينفع مع الاستاذ؟ هو ده اللي انا بتكلم فيه. طب انا هقول لحضرتك حاجه، البرامج دلوقتي اللي بتعرض تحديدا الفقره بتاعت استاذه رضوى بلوك بلوك بلوك، هي بترد على مين يا بيه؟ هي مش بترد على واحده بعت لها مشكله بتقول لها كذا كذا كذا. وانا ليه بعمم الموضوع وحضرتك شايف ان احنا ناخد يعني نقص بس الحته دي ونطبقها على عموم البنات؟ لا، هي كانت بتكلم واحده عن مشكلتها تحديدا، ولما كانت بتتكلم عن واحده جوزها مرتبه بيخلص من نص الشهر، انا ممكن انتبه. ينورني لما جوز مرتبه بيخلص من فندم نص الشهر. يا فندم مع احترامي لقدرك، هي كانت بتتكلم عن واحد او عن قصه، ما هي اتاخدت في البيت هنا. أي ليه خدتها على نفسها؟ ليه خدتها على نفسها؟ ليه ما اعرفش، انا اللي بسال حضرتك. فاضل الاستاذ المتزوج اللي لسه متكلم بيقول مراته طلبت منه ان هو يعيش في منطقه ارقى او احسن، تمام؟ هل تعتقد حضرتك ان لو هي شايفه انه ما عندوش الكفاءه الماليه او الملاءه الماليه او القدره ان هو يتنقل هتطلبها؟ الاستاذ متجوز بقاله 8 سنين برضه اتعمل له بلوك. جدته كانت بتعمل ايه لما بتتخانق مع جوزها؟ بتسيب البيت وتمشي، صح ولا ايه؟ وكانت بتروح البيت. أيوة. كانت بتروح البيت، ابوها اول ما يشوفها يقول لها انت ايه اللي جابك شنطه هدومك وعربيه جوزك، صح ولا غلط؟ لا. وبعدين طيب الناتج النهائي ايه يا استاذ؟ عقد ورا عقد ورا عقد ومشاكل ورا مشاكل بتفرز لنا نماذج، هي دي اللي موجوده دلوقتي. احنا مش عايزين نبقى نفس النماذج اللي فاتت. الام تفضل مستحمله سنين كتير جدا وفي الاخر امراض الدنيا والاخره تفضل قاعده في جتتها وتموت وهي تعبانه ورايحه مش موجوده اصلا من كتر التعب عشان مضحيه بنفسها طول عمرها. احنا مش عايزين نبقى كده. استاذه رشا انا بشكر حضرتك. شكرا لذوق. وفي نهايه الفقره احب اقول لكم يا جماعه ان حياتنا عامله زي بصمه الصباع، مستحيل تتشابه مع حد تاني. بعد الفاصل حكايتنا في الظل. أنا سعيد.